مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت ظاهرة جديدة في المجتمعات وهي الأطفال المشاهير واللي يملكون قنوات في يوتيوب أو المواقع الأخرى. وقد يكون الأمر طبيعي، فالأطفال يحبوا أن يلعبوا ويكونوا على طبيعتهم في هذه الفيديوهات، والأطفال الآخرين يحبوا هذا النوع من الفيديوهات. لكن مع هذه الظاهرة أيضا بدأ بعض الآباء بتصوير أبنائهم في هذه المواقع والاعتماد على براءة الأطفال من أجل الحصول على اللايكات والمتابعين. ولكن هل سألنا نفسنا عن رأي هؤلاء الأطفال بهذا الأمر بعد أن يكبروا؟ اليوم بنتكلم عن أول الأطفال شهرة، كيف كبر وهو كاره هذا الأمر ومات وهو يكره والداه بسبب هذه الشهرة. إذا أعجبك محتوى قناتنا في اليوتيوب ادعمنا من خلال الاشتراك وضغط زر الجرس ليصل جديدنا، وللتواصل والحصول على معلومات إضافية زورونا في صفحتنا في فيسبوك وإنستغرام. ويني ذا بو من أشهر الشخصيات في عالم ديزني، فهو وأصدقائه محبوبين للغاية بين الأطفال المتابعين لمغامراتهم. حلقات ويني ذا بو نجد الطفل كريستوفر روبن، وفي الحقيقة هذه الشخصية هي شخصية حقيقية، وأحداث الحلقات ممكن نقول إنها مبنية على قصص حقيقية. كريستوفر روبن كان طفل صاحب خيال عالي، والشخصيات اللي نشوفها في الحلقات هي في الحقيقة ألعاب كان يملكها كريستوفر وهي معروضة اليوم في مكتبة نيويورك العامة. في القصة نجد ويني ذا بو الدب صاحب الشخصية المتواضعة يعيش مع الطفل كريستوفر روبن في غابة تحمل اسم 100 إيكرز وود. وفي حلقات المسلسل نشوف مغامرات روبن مع ألعابه ويني ذا بو وبيجلت وتيجر وكانجا ورو والبقية. رغم أن القصص اللي نشوفها في شاشة التلفزيون قصص لطيفة، لكن الواقع عكس هذا تماما. كريستوفر روبن ميلن هو ابن للكاتب المشهور ألين ألكساندر، وقد ولد كريستوفر في الأول من أغسطس من عام 1920 في تشيلسي بلندن. وبعد عام من ولادته حصل كريستوفر على اللعبة في يوم ميلاده الأول، وهو دب محشوه اسمه إدوارد. ومنذ عمر السنة حتى العشر سنوات كان كريستوفر لا يترك إدوارد من يده أبدا. في يوم ذهب كريستوفر مع والده لحديقة الحيوان في لندن، وهناك شاهد كريستوفر دب يحمل اسم وينيبيغ. وبسبب إعجاب الطفل بهذا الدب غير اسم دب من إدوارد لوينيبيغ، واختصارا ويني. أما اسم بو اللي أضافه كريستوفر لاسم لعبته كان بعد أن شاهد الطفل وزة تحمل اسم بو. في قصة أخرى أن السبب هو أن الدب كان برائحة كريهة، ولهذا لقب ويني ذا بو. أما بقية الشخصيات فهي أيضا كانت عبارة عن ألعاب حصل عليه كريستوفر خلال طفولته وحملت نفس الأسماء. في فبراير من عام 1924 نشر والد كريستوفر قصيدة حملت اسم الدب اللعبة، وتحدث فيها عن علاقة ابنه مع لعبته ويني. وفي عام 1925 اشترت العائلة بيت في منطقة حملت اسم 500 إيكرز وود. من هنا بدأت قصص كريستوفر مع ألعابه تظهر. لاحظ والد كريستوفر بأن الطفل يقضي ساعات طويلة في الغابة قرب البيت يلعب بألعابه، ولاحظ بأن خيال الطفل كان واسع للغاية، فهو يختلق قصص ومغامرات كانت بطولته هو مع الألعاب. ولهذا كان والد كريستوفر يجلس قرب ابنه ويكتب هذه القصص بشكل روائي. في الحقيقة عندما ظهرت قصص ويني ذا بو كان الرسامون يتجولون في نفس هذه الغابة ويرسمون مناطق القصص، ولهذا نجد أن أغلب ما نشاهده في حلقات ويني ذا بو هي لمناطق موجودة فعلا. وفي 24 من ديسمبر من عام 1925 ظهرت أول قصة كاملة لويني في العالم من خلال صحيفة حملت اسم The Evening News. هذه القصة هي أول جزء من كتاب ويني ذا بو الرسمي اللي ظهر بعد ذلك وحقق نجاح رهيب. الكتاب صدر في عام 1926، ومع ظهور هذا الكتاب ومعرفة تفاصيل كتابة القصة أصبح كريستوفر روبن مشهور للغاية وهو بعمر 6 سنوات فقط. هذا الأمر كان مفيد للأب اللي حصل على شهرة من وراء هذه القصص، لكنها كانت ضارة جدا بالطفل. فقد تعرض الطفل للتنمر في المدرسة بسبب علاقته بالألعاب هذه، وهو ما أثر على شخصيته. كريستوفر كان طفل انطوائي حتى قبل هذا الأمر، وهو من أسباب استخدامه للخيال في اللعب، ولكن شهرته هذه كانت سبب إضافي لضعف شخصيته. ذكر كريستوفر في كتابه بأنه تعرض للضرب كثيرا حتى من أطفال في عائلته، وكان يرى بأن الشخص غبي للغاية رغم أنه كان متفوق دراسيا. في ديسمبر من عام 1927 كان الطفل كريستوفر مريض، وكان من الصعب عليه أداء دوره في المسرحية للمدرسة، فقامت أمه بتسجيل صوته وهو يغني أغاني كان قد ألفها عن ألعابه. لكن مع ظهور هذه التسجيلات تعرض للتنمر أكثر في المدرسة. ولكن شهرة ويني وكريستوفر كانت في بداياتها وكانت محلية في ذلك الوقت. في عام 1930 اشترت شركة أمريكية حقوق قصة ويني ذا بو لأمريكا وكندا، وقد حصل والد كريستوفر على $1000 من هذه الصفقة وثلث أرباح المبيعات في أمريكا وكندا. وخلال أعوام بسيطة وصلت الأرباح من قصة ويني ذا بو اللي تحولت لمسلسل كرتوني ل $25 مليون. وفي عام 1931 كان الطفل كريستوفر صاحب 11 عاما أشهر طفل في العالم ويفوق حتى الشخصيات الملكية في بعض الأماكن. وفي كتاب لكريستوفر ذكر بأنه في طفولته كان حابب لفكرة الشهرة
الشهرة هذه، لكنه لم يفهم ضررها إلا بعد أن كبر. بشبابه انضم للجيش ثم لجامعة كامبريدج، وخلال هذه الفترة قطع علاقته بوالده لأن حسب كلامه سرقت طفولته منه، وأن السبب في ضعف شخصيته. ذكر في كتابه بأن والده صعد ونجح على أكتاف طفولته اللي ضاعت، وأنه أضاع عليه فرصته لأن يكون شخصية مستقلة، وأن تسبب في أن يكون اسمه مرتبط بالألعاب طول حياته. كريستوفر كبر وتزوج ولا يزال قاطع علاقته كاملا بوالده. في عام 1951 افتتح كريستوفر مكتبه مع زوجته، ولكنه زار والده مرة واحدة عندما كان والده في فراش الموت. بعدها لم يزر والدته ل 15 سنة حتى مات. في عام 1966 اشترت ديزني حقوق القصة، ومن هنا كانت الأرباح اللي تدخل على كريستوفر ضخمة للغاية. تقدر أرباح ديزني من ويني ذا بو السنوية 3 مليارات دولار. كتب كريستوفر كتب كثيرة، منها 3 قصص تكلم فيها عن طفولته وكيف تأثر بسبب والده. في 20 إبريل من عام 1996 توفى كريستوفر روبن. ما رأيك بهذه القصة؟ وما رأيك بفكرة الأطفال المشاهير؟ إذا أعجبك محتوى قناتنا، ادعمنا من خلال الاشتراك في قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك والإنستغرام. ممكن تشوف هنا مجموعة من الفيديوهات لمواضيع مختلفة.